هي أصلي، هي جذوري، هي مهد طفولتي، مهد ميلادي، يعني تعني لي كل شيء في الحياة. من أكبر الغرائب يعني نهجروا قرية كما هذه ونمشيوا القرية معناتها في الرمال ولا تكوردوا فيها، يعني سهلة والسكنة وكل شيء وكماليات، لأنما هذه عندي أنا كشخص، هذه يعني بلادي عندي حنين لها أكثر من الأخرى، غريبة من الغرائب الكبار. نحلم إن شاء الله معناها كل يوم خير من يوم، ديما إنسان أمل معناها جديد، إنسان كي يحلم معناها كل يوم ما يحس معناها بالراحة النفسانية، كيف يقعد معناها ما يتفائلش معناها يتعب في حياته. أنا لا إنسان متفائل، ديما معناها نحلم أن غدا أحسن من اليوم إن شاء الله.